الله أكبر. مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات طويلة، وأنا من 10 سنوات صرت الله أكبر من هذه القرية الباسلة في مستشفى الله أكبر اعتدى عليهم المستوطنون. فهذا الشهيد ليس أول من يعتدي عليه المستوطنون وليس آخر. ماذا لكن الدفاع عن الأرض؟ نعم، وهذا واجب على كل واحد منا أن يدافع عن أرضه، لأن الدفاع عن هذه الأرض دفاع عن الأرض، دفاع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، دفاع عن عقيدتنا الإسلامية. وهذا البطل وغيره من الأبطال يدافعون عن كرامة هذا الشعب وعن شرف هذا الشعب وشرف وكرامة الأمة جمعاء. فلا يمكن أن نقبل أن يستولي المستوطنون على هذه الأرض ويطاردوننا في ديارنا، فلا بد من أن يقف لهم الشاب والشيخ والطفل والكل ليصدوا هذه الهجمة الاستيطانية الإجرامية الشرسة عن قرانا ومن دليلنا. تذكيرك يا أخوي، يا